السيد رئيس جامعة القرويين، السيد رئيس المجلس العلمي بفاس، السادة العمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، السادة ممثلو السلطات المحلية والترابية، الأساتذة الباحثون والعلماء الخبراء، أعزائي الطالبات والطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلما زرت هذه المدينة تعودني الذاكرة إلى بداية الثمانينيات، وأنا أجول بين المؤسسات الجامعية بظهر الهلاج بفاس، طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية من سنة 1981 إلى سنة 1984، وهذه المدة طبعاً طبعت في نفسي وفي ذاكرتي من الذكريات الجميلة والعطرة ومن العرفان للأساتذة الأجلاء الذين تتلمذت على أيديهم والذين اقترفت من نعيمهم وجلست إليهم، سواء في كلية الآداب أو في الدروس العتيقة التي كانت تنظم بجامعة القرويين آنذاك. وبالتالي عرق هذه المدينة العلمي والفكري والثقافي والحضاري له في نفسي دائما دلالة عميقة جدا، فتحية خالصة لأبناء هذه المدينة ولرجالاتها ولعلمائها وفضلائها، تحية خالصة مباركة. مشاركتي في هذه الأمسية المباركة أعدها جزءا من واجبي باعتباري أستاذا أولا، وباعتبار المسؤولية تنقات على عاتقي بخصوص قطاع التعليم العالي والبحري. وبالمناسبة أبلغكم اعتذار سي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والأكاديمي، لأننا تقاسمنا المهام، حضرنا صباحا لقاءات مطولة مع السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لفرنسا والتي ستغادر في الساعة الخامسة، وتكلف سي الوزير بإتمام البرنامج على أن أنتقل إلى هذا الحدث العلمي المبارك لتمثيل الوزارة وإلقاء كلمة بمناسبة هذه المناسبة. في تقديرها دلالة متعددة كما تفضل السيد رئيس الجامعة، دلالة عيد العرش المجيد ومكانتها، وكذلك هذا الاختيار الواعي والدقيق جدا للمحاضرة والمحاضر السنة بسنة الحقنوين مدركة المملكة، هذا الهرم العالم الشامخ الذي طبع مسيرة الفكر والثقافة في بلدنا، يستحق منا جميعا وقفة إجلال واحترام. وقد اختار فضيلته لهذه المناسبة محاضرة غاية في الدلالة وفي العمق أيضا ومن وحي المناسبة، و باسمكم جميعا طبعا سننصت بإمعان لدرر من التاريخ ومن الحضارة، صدقوني، ومن الفكر ومن الأدب والشعر وغيرها من، فالرجل لا يلقي محاضرة أكاديمية وإنما يجول في فضاءات مختلفة من التجارب العملية ومن الفنون المتعددة والمتنوعة، فلكم حضور للاستماع إليه هذا اليوم. الدلالة الثانية هي دليلة هذه المدينة، مدينة فاس، مدينة العلم والعلماء، والتي يرتبط فيها الماضي بالحاضر، ماضي جامعة القرويين كأول جامعة أسست في العالم، وهذه الجامعة التي لا زالت مستمرة إلى اليوم، وأيضا صلوتها جامعة اسم محمد بن عبد الله، والتي تعتبر من أعرق الجامعات المغربية في العصر الحديث،
القرآن أداء جامعة محمد الخامس. الدلالة الرمزية الأخرى تتعلق بثقافة الاعتراف والتكريم، وقد سرني سرورا كبيرا جدا أن أشارك أيضا في هذا الملتقى. أولا بتكريس ثقافة الاعتراف، وثقافة الاعتراف مع كان للأسف أخذت تختفي تدريجيا من بين طبقاتنا العلمية والثقافية، ولكن ولله الحمد في السنين الأخيرة أصبحت ثقافة الاعتراف تعود مجددا، ويعترف الأجيال ببعضها بما قدم من خدمات جليلة. بالإضافة إلى ثقافة الاعتراف هناك أيضا ثقافة التشجيع والتحفيز بالأوسمة التي أنعم بها جلالة الملك على كلة من أساتذة هذه الجامعة، تقديرا منه حفظه الله للجامعة وللجميع. سياق آخر مهم جدا لتقديري لابد أن أذكر به، وهي مناسبة لتهنئة أبناتنا وبناتنا الذين أنهوا السنة الدراسية باعتبار الحمد لله الإحصائية الأخيرة التي وجدتها على مكتبي هذا الصباح تفيد أن جل الجامعات المغربية الحمد لله أنهت الامتحانات سواء في الدورات الأساسية أو في الدورات الاستدراكية، وانطلقت دورات تسجيل في سلك الماجستير لأول مرة، ونبذل مع السنة ورأس الجامعات مجهودات كبيرة جدا حتى نختم السنة الجامعية بالإعلان عن النتائج وبإنهاء أيضا كل إجراءات التسجيل بالنسبة للسنة القادمة على أن يكون الانطلاق الرسمي للسنة الجامعية في بداية شهر شتنبر بحول الله. وهذا طبعا إجراء مهم جدا، ولا أخفيكم سرا وقد ذكرت هذا للسيد الرئيس أنه الإحصائيات التي وجدتها هذا الصباح على مكتبي في تقدم أشغال التهيئ للدخول جامعة مقبل كانت جامعة فاس على القائمة الأولى. فريقا الجامعة أيها السادة الأفاضل ليست حصنا مغلقا، ولكنه حصن مفتوح على الثقافة، مفتوح على الفكر، مفتوح على التربية. ولذلك في مخطط عمل الوزارة اشتغلنا على ضرورة إعداد بنية جديدة للجامعة المغربية، مؤسسات جامعية من الجيل الجديد، وآخر مرسوم تم المصادقة عليه ضم حوالي 17 مؤسسة في الجامعية الجديدة، بالإضافة إلى المرسوم السابق حوالي 23 مؤسسة جامعية من الجيل الجديد. نتحدث على سبيل المثال عن دراسة عليا للكيمياء، نتحدث عن مدارس التربية والتكوين، نتحدث عن مدارس اللغات والفنون، نتحدث عن مدارس مختصة بالاقتصاد والتربية، بمعنى أننا ننتقل تدريجيا من البنية التقليدية الجامعية إلى مؤسسات جامعية جديدة، وخاصة ونحن مقبلون على إصلاح جامعي جذري بالانتقال من نظام الإجازة إلى نظام الباشلر بسنة تأسيسية وثلاث سنوات مع اعتماد نظام الوحدات الدراسية. وطبعاً هذا الانتقال يحتاج منا سواء على مستوى الموارد البشرية أو على مستوى البنيات أو على مستوى الجانب المالي أو على مستوى تكوين الأساتذة، يحتاج منا جهودا كبيرة جدا، ونحن إن شاء الله بالتعاون مع شركائنا جميعهم من أساتذة الجامعات ومدراء وعمداء المؤسسات الجامعية والسادة ورؤساء الجامعات وشركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين بصدد إعداد هذا الصح وهذا التغيير الكبير جدا في الجامعة المغربية. للجامعة المغربية وظائف جديدة، ومنها هذه البناية التي نحن فيها اليوم، هي بناية مفتوحة على فضاءات المدينة الثقافية والعلمية والفكرية. حبذا لو اشتملت كل جهة من جهات المملكة على صرح من هذا القبيل، وكل جامعة من جامعات المملكة على صرح من هذا القبيل، وأعتقد هذه هي البداية. وهناك تجارب أخرى إن شاء الله في طور الإنجاز، سنبشر قريبا مركبا مثل هذا بمدينة سطات يضم إلى جانب قاعة ندوات التكوينات يضم فندقا من 4 نجوم يمكن أن يكون فضاء لاستقطاب الندوات واللقاءات العلمية على المستوى الدولي، ويكون يعني
مصدرا من مصادر تمويل أنشطة الجامعة، وهذا من التجارب المهمة جدا التي ننفتح عليها. ختاما سيد الحق المريني سيد رئيس الجامعة، أريد بالمناسبة أن أجدد التهنئة لطلبتنا وطالباتنا ولأساتذة الجامعة على نجاح السنة الدراسية وعلى التحضير الجيد للسنة الدراسية المقبلة بحول الله، حتى نكون في مستوى طموحات وتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله ونصره، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.